أناقش آخر التطورات فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة من الناحية السياسية تحديدا. أناقش هذا الأمر مع ضيوفي من القاهرة، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري سابقا الدكتور عماد جاد، ومن الناصرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ نظير مجلي، ومن رام الله المحلل السياسي الأستاذ محمد دهواش. أرحب بكم دائما معنا على شاشة الحدث. اسمحوا لي أن أبدأ مع الدكتور عماد. دكتور عماد، الاجتماع التشاوري الذي عقد في الرياض، دلالات هذا التوقيت تحديدا؟ يعني هي أستاذ بصير جهود مكثفة تبذل من جانب السداسية بشكل واضح، ومن جانب العواصم التي مثلت هذه السداسية جهود تبذل، وكأن النيران تمسك بثيابهم هم، وكأن النيران تأكل شعبهم. لكن لو نظرت إلى ما تفضل به مستشار الرئيس محمود عباس الأستاذ الهباش وما بين المتحدث باسم حركة فتح، ستجد طرفي نقيض. يعني مستشار الرئيس أبو مازن يتحدث بواقعية وبموضوعية، وحسب معلوماتي أنه خلفيته من حماس، وبالتالي يتحدث بواقعية وبألم ويمثل الشعب الفلسطيني حقيقة. أما المتحدث باسم حركة فتح يقول الكرة في ملعب إسرائيل. أي ملعب الكرة فيه؟ الكرة في الملعب، في ملعب حماس، في ملعب يحيى السنوار. هذه الدول يعني أتصور أنها بذلت كل ما يمكن بذله. يعني خلينا أقول لحضرتك، كل متعاطف مع الشعب الفلسطيني وكل مؤيد لهم يصاب الصدمة حينما يطلع على الأفكار المطروحة ويرى أن حماس وفتح يختار موسكو ثم بكين لإجراء المصالحة الوطنية. طب ما القاهرة موجودة والرياض موجودة والدوحة موجودة وعمان موجودة وبترحب بالجميع وبتتكلم عربي زيهم وعارفة المشاكل وعارفة كل طبيعة هذه الأمور. فماذا تفعل السداسية؟ ماذا بيدها أن تقدم؟ كل ما قدمته نطالب بوقف العدوان، نطالب بعدم اجتياح رفح، لكن ما هو الفيصل في الاجتياح من عدمه؟ هو التوصل لصفقة لتبادل الرهائن بالمسجونين والمحتجزين الفلسطينيين. هذه الصفقة قدمتها مصر مؤخرا، وافقت عليها إسرائيل بشكل رسمي، وأرسلت إلى قيادة حماس في غزة. والسيد الحقيقة يقول ندرس. أنت بتدرس والناس بتموت، بتدرس والناس بتتقصف. هي المسألة بسيطة جدا. أنت يا حركة حماس قدرت توصل لنتنياهو ما كان يحتاجه، وهو التشكيك في عدم عدد الأحياء من المحتجزين الإسرائيليين. مطلع لي فيديو لثلاثة، طب المحتجزين أكتر من 130. لما طلب أنه الصفقة تنطوي على 40 مقابل أي عدد من الفلسطينيين يمكن الاتفاق عليه، المحتجزين والمسجونين والمعتقلين، حماس قالت ما عندناش تحت ايدينا 40، موجودين عند فصائل اخرى، وقفوا الضرب الاول وبعدين ندور عليهم عند الفصائل ونجمعهم. معنى ان انت الفصيل الاكبر وانت القيادة للعمليات المسلحة وليس لديك تلت العدد من المحتجزين، ده معناه حاجة بسيطة، يا اما اغلبهم قتل او انهم يعني تم تصفياتهم من قبل. دكتور عماد، يعني اسمح لي، انت وبالتالي اشرت الى نقطة مهمة، يعني فيما يتعلق بدراسة حماس لهذا الرد. سأتحدث يعني خلال هذا الحوار يعني بجزء من التفصيل حول الخلافات لربما التي تتحدث عنها التقارير بين شقي حماس العسكري والسياسي. اسمح لي أن أتوجه بالسؤال للأستاذ نظير مجلي. أستاذ نظير، هل فعلا الكرة بملعب إسرائيل لا حماس من ناحية إنهاء الحرب؟ مرحبا بك أستاذ بصير ولضيفيك الكريمين وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات. الكرة موجودة في كل الملاعب، كل واحد يستطيع أن يخطفها لصالحه أو يضعها في ملعب الطرف الآخر، وهو ملعب. لو أن في الحدث يوجد شعار مهم
الإنسان هو محور الحدث، هذا هو شعار قناة الحدث. لو كان الإنسان هو محور الحوار القائم الآن بين إسرائيل وحماس لكانت القضية حلت من زمان. والمشكلة هي أن الإنسان ليس هو المحور، هنالك صراعات فعلا حزبية وشخصية وذاتية وأنانية تبعد الحل. في إسرائيل توجد مشكلة كبرى في هذا الشأن، ولكن يمكن يوجد حراك حقيقي بين الناس. هنالك قوة جدية تعمل للضغط على القيادة الإسرائيلية، أوصلت هذا النقاش إلى مرحلة يضطر فيها نتنياهو رغم إرادته إلى الموافقة. وتم نقل حسب ما تقول حماس، تم نقل هذه الأفكار إلى قيادة حماس وإلى يحيى السنوار، والآن هو الذي سيقرر. وفي إسرائيل يتمنون أن يعني قيادة إسرائيل نتنياهو عمليا يتمنى لو أن يحيى السنوار يرفض الاقتراحات المصرية، عندئذ سيكون مطلق اليد له بدعم من الغرب وبدعم من الولايات المتحدة، وطبعا سيحرج عائلات الأسرى التي تتظاهر في الشارع، وسيقول أنا وافقت وتراجعت ولكن حماس لم تفعل. ولهذا المطلوب الآن هو أن تكون هناك توجهات حكيمة أكثر في التعاطي مع هذا الملف، واتخاذ موقف شجاع وجريء وفيه أقل أنانية، أكثر حرصا على الإنسان الفلسطيني للانطلاق في هذه المبادرة، لأن هذه المبادرة كما يبدو هي ليست فقط مبادرة من أجل وقف إطلاق النار وتبادل أسرى، المسألة أكبر من ذلك بكثير. اجتماع الستة في الرياض هو ليس اجتماع من أجل وقف إطلاق النار فقط، ويفتح الباب أمام آفاق سياسية، والولايات المتحدة والغرب شريكون في هذا الأمر، ولذلك بلينكين سيحضر يوم الثلاثاء القادم. نحن إزاء حراك مهم بالغ الأهمية من الممكن أن يكون فيه فتح آفاق لتسوية كل صراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولذلك يحضر على حماس الآن أن تأخذ الموضوع إلى مسألة شروط وقف إطلاق النار وشروط قضية تبادل الأسرى، إعطاء نفس فعلا للشعب الفلسطيني أن يهدأ الحرب فوق رأسه، نعم. ونبدأ مرحلة جديدة نفكر فيها كيف تتطور الأمور إلى الأمام. أستاذ محمد هواش، يعني البعض يتساءل إلى أي مدى حماس فعلا مهتمة بالتوصل لاتفاق حتى يعني تتم مثلا وقف أو أولا إراقة الدماء، وحتى البعض قال حتى تعيد ترتيب صفوفها الداخلية. مساء الخير لك وتحية لك ولضيوفك وللسادة المشاهدين. أعتقد بأن الأمر يعني أكثر تعقيدا مما يتم تناوله، كان في الإعلام أو مع ضيفك دكتور عماد، حيث أن الأمر يتعلق بالسياسة بالدرجة الأولى. حتى الآن يعني كانت المحاولات السابقة تتعلق بعرض يوجد فيه فقط استسلام، ويوجد فيه يعني لا يوجد فيه يعني أي بعد سياسي يتعلق بوقف الحرب ويتعلق بالمستقبل ويتعلق بفتح أفق سياسي على الإطلاق. كانت هناك محاولات يعني فرض صيغة إسرائيلية بالمطلق على حركة حماس، وكانت حركة حماس ترفضها. وأعتقد أيضا بأن جزء من المفاوضات وجزء من يعني السلوك الإسرائيلي في التفاوض عرض مقترحات لا تستطيع قبولها حركة حماس، وبالتالي يجب النظر إلى المسألة بهذا المستوى من يعني التعقيد بعدم السهولة. هناك يعني اليوم حديث عن مرونة من كل الأطراف، الوسطاء يحاولون بكل جهود يعني الوساطة أن يقدموا مقترحات مقبولة من الطرفين. إسرائيل لا تريد، من وجهة نظر الإسرائيليين، الإسرائيليون أنفسهم يقولون بأن بنيامين نتنياهو لا يريد أن لهذه الحرب أن تتوقف. واليوم يعني المستوى الأمني العسكري في إسرائيل قال بأنه مجبر على تقديم وعلى يعني إقناع بنيامين نتنياهو بأن يعني يتعامل مع المقترحات الجديدة بصورة جدية، بمعنى دفعه إلى القبول بتسوية والقبول بإرجاء وإلغاء فكرة يعني اقتحام رفح،
والدخول في تسوية تبدأ من يعني الهدن وتبدأ من تبادل الأسرى بصرف النظر عن المقترحات والمفاتيح والتفاصيل التي يغرق بها يعني المفاوضون، ويغرق بها أيضا الجمهور الذي يتألم من هذه الحرب إن كان في قطاع غزة أو في أماكن أخرى. وبالتالي يعني موضوع الحرب ليس موضوعا يعني مباراة رياضية والكرة هنا أو هناك، هناك مشكلات عميقة جدا يجب وضع تصورات وحلول لها قبل الدخول في التفاصيل الصغيرة المتعلقة بإطلاق سراح الرهائن. الولايات المتحدة الأمريكية كانت إلى فترة ليست بعيدة لا تتحدث على الإطلاق عن أي مطالب فلسطينية، تتحدث فقط عن إطلاق الرهائن، وكانت تقدم الدعم المطلق لإسرائيل، والآن اكتشفت بأن هذا الدعم يعني المطلق لحكومة بنيامين نتنياهو يأتي يعني بنتائج سلبية حتى على الولايات المتحدة وعلى فرص انتخاب الرئيس بايدن وتجديد ولاية الرئيس بايدن. وبالتالي هناك مسار جديد لدى الإدارة الأمريكية في التعامل مع الحكومة الإسرائيلية، يتعاملون الآن معها بحذر وبوضوح شديد وبرغبة بأن تغير الاتجاه وأن تتوقف عن يعني التلاعب بكل شيء، التلاعب بالإسرائيليين والتلاعب بالفلسطينيين والتلاعب بالوسطاء والتلاعب بالحلفاء وبكل الإقليم. يريد بنيامين نتنياهو أن يتوقف العالم عن الحياة فقط لحماية إسرائيل وحماية يعني لربما نفسه مصالح شخصيا السياسية الخاصة صحيح. لبنيامين نتنياهو. هذا ما يقال وهذا ما يؤكد في الداخل الإسرائيلي. دكتور عباد، فيما يتعلق لو نعود إلى هذه الضغوطات التي تمارس الآن، سواء كما يقال أمريكا تضغط بقوة على إسرائيل ومصر تضغط أيضا بشكل كبير على حماس، هل ترى يعني من خلال متابعتك أننا فعلا أمام لربما توصل قريب لاتفاق ما؟ يعني خليني في البداية أستاذ بصير بس تفضل يعني أوضح لي الأستاذ محمد هواش هو يتحدث عن قضايا تخص الملف السياسي الذي يحل على مائدة التفاوض. الآن أنت قدامك مبادرة بتقول لك أنا لو عندك 120 واحد معناها وقف العدوان لمدة 120 يوم. أنا بقول لحضرتك هل الهدف هو وقف العدوان إن شاء الله لشهر أو شهرين؟ لأنه لو وقف لمدة شهر أو شهرين لن يستأنف بسهولة مرة أخرى. النقطة هنا كل ما تحدث عنه الأستاذ هواش يتعلق بالملف السياسي والمفاوضات واليوم التالي لوقف الحرب أو وقف العدوان. نحن نريد وقف العدوان أولا، إذا هتبادل كل يوم واحد واحد مقابل يوم هدنة، عندك 20 عندك 50، وقف العدوان وخلي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يلتقط أنفاسه. ثم بعد ذلك يا سيدي، وأنا أشارت يا أستاذ هواش إلى يعني حضرتك موافق على أن المصالحة بين فتح وحماس بعد ما كانت قاب قوسين أدنى في العالمين أنها تروح موسكو ثم تروح بكين، عايزين حد مترجم صيني عربي؟ طيب يا اخوانا ما تتصالحوا، ادي الملف لمنظمه التحرير المعترف بها دوليا والعالم كله، وساعد السداسيه اللي كانت مجتمعه، العالم كله مستعد يتكلم على حل الدولتين، لا 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 نتحدث عن طرف واحد وكأن القرار هو قرار بايد نتنياهو فقط، المعادله ليها طرفين. احنا خدنا سينا 64 ألف كيلو من أكثرهم تطرفا والأب الروحي لنتنياهو وهو بيجن ومات مكتئبا. يعني الفكرة أنا لا أعطي كل الأوراق في يد إسرائيل، لا، أنا النهاردة لو السنوار وافق على يعني المبادرة المصرية الأخيرة هتقدر توقف على الأقل حتى لو نص المحتجزين ماتوا اتقتلوا، يبقى عندك 60، هتوقف لمدة شهرين، خلي الشعب الغلبان ده يلتقط أنفاسه ويلاقي مية ويلاقي مساعدات ويلاقي كذا، وادي يا سيدي المسؤولية لمنظمة التحرير تشكل حكومة تكنوقراط أو الحكومة الحالية
تبدأ تقعد معاك الدنيا كلها، معاك الأمين العام للأمم المتحدة، معاك دول أوروبية مستعدة تعترف بإسرائيل بالدولة الفلسطينية، والفيتو الأمريكي منع قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية. لو وقف العدوان وتم تبادل المحتجزين، أتصور أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تغامر بكل هذا الأمر وتقف ضد العالم أجمع. أنت شايف يعني عالمنا العربي هادئ وجميل وزي الفل، والمظاهرات مالية لندن وباريس والجامعات الأمريكية من أول نيويورك في الشرق لغاية كاليفورنيا في الغرب. يعني هناك احتجاجات وتعاطف دولي، يعني الناس بتتعاطف. ويحيى السنوار بيدرس الورقة الإسرائيلية. هو احنا عندنا رفاهية وقت نقعد ندرس ورقة؟ المبادرة المصرية بتقول لك كل واحد محتجز هيخرج قصاد 10 قصاد 20 قصاد 30، بس هيبقى في يوم وقف إطلاق نار، في يوم وقف عدوان، ما استثمر شهرين وقف عدوان. طب دكتور عماد، انت متفائل طيب بهذه المفاوضات الآن، وهذه مع الضغوطات الكبيرة كما ذكرت منذ قليل؟ أنا في هذه الجزئية متفق مع أستاذ نظير في جزئية أن نتنياهو يتمنى أن يرفض السنوار. فبالتالي عشان كده أنا متحمس لأنهم يقبلوا المبادرة والشعب ياخد نفسه. أنا مش متفائل لأنه اللي يخلي حماس وفتح يروحوا بالكين وعايزين مترجم صيني عشان يتصالحوا ويسيبوا مصر ويسيبوا السعودية ويسيبوا الدوحة ويسيبوا كل الأطراف العربية اللي عمالة تجتمع. طيب. والأردن وغيره. عايز أقول هذا السؤال سأوجهه لاحقا إلى الأستاذ محمد هواش، لكن اسمح لي أن أسأل الأستاذ نظير مجلي. أستاذ نظير، يعني ضغوط كبيرة كما يقال في الإعلام الإسرائيلي يتعرض لها بنيامين نتنياهو، هذا لا أحد يعني يخفى عليه، لكن هل فعلا لو وافق نتنياهو على هذه الصفقة أو المقترح، يعني بمعنى أنه وافق على وقف الحرب، وأنت تعلم والجميع يعلم بأن سموتريتش وبن كفير أي وزير المال ووزير الأمن القومي الإسرائيلي يطالبان نتنياهو باجتياح رفح، مصير نتنياهو في حال أعلن أنني الآن موافق على هذا المقترح المصري؟ هو وافق اوريدي. يعني في الحقيقه الليله نشرت معلومات سربها احد كبار المسؤولين في وفد المفاوضات الاسرائيلي، قال عندما نجتمع معا بغرفه ضيقه نتنياهو يتفق معنا حول كل ما نقدمه، ولذلك ابلغنا المصريين والامريكيين موافقتنا على المشروع المصري. ولكن عندما يحضر الاجتماع سموتريتش وبن كفير نجد عند نتنياهو لغة مختلفة، ولذلك من ناحية المعلومات وصلوا إلى قناعة بأن يبلغوا المصريين موافقتهم، فإذا وافقت حماس عندئذ يعيد النظر نتنياهو، من الممكن أن يخترع أسباب أخرى لتفجير المفاوضات. ولكن عند المطلوب الآن أن لا يعطي السنوار أو حماس لنتنياهو فرصة أن يقول أن حماس هي التي رفضت، فإذا رفضت حماس لديه الوضع يصبح أسهل، إذا لم ترفض لديه إمكانيتان، واحدة أن يوافق وتتفكك الحكومة وتفتح آفاق. يعني نتنياهو ليس بالضرورة أن يخسر موقعه كرئيس للحكومة فيما لو تفككت الحكومة. أستاذ نظير، أود أن أعتذر منك لدقائق بسيطة إن سمحت لي، يعني ننتقل الآن إلى جنوب لبنان، ومعنا هناك من هناك مراسلنا محمود شكر، ونتحدث الآن عن يعني وفقا للعواجل التي تظهر تباعا ذوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى شمال إسرائيل وفقا للجيش الإسرائيلي، وأيضا إعلام إسرائيلي يتحدث عن سماع ذوي انفجارات عنيفة في محيط قاعدة ميرون الإسرائيلية، وقبل ذلك كما ذكرنا بأن عشرات الصواريخ انطلقت من جنوب لبنان باتجاه قاعدة ميرون الإسرائيلية. محمود، أي تفاصيل جديدة؟ هذا الذي جرى، عشرات من الصواريخ، تقريبا نتحدث عن راجمة من 30 صاروخا انطلقت من جنوب لبنان وتحديدا من القطاع الأوسط باتجاه قاعدة ميرون. المفارقة إلى أن هذه الصواريخ
سقطت مباشرة في الداخل الإسرائيلي من دون تفعيل القبة الحديدية، بمعنى تبسيط إلى أن الصواريخ الاعتراضية التي كنا نشاهدها في المرات الماضية هي لم تخرج لعملية تفجير هذه الراجمة إن كان فوق الحدود اللبنانية هنا عند تماس الجبهة. وكانت المفارقة الثانية إلى أن هذه الراجمة أتت أيضا بعد يوم هو ليس تاحم بمسؤوله العسكري الميداني على الأرض كما في الأيام السابقة، وأتت أيضا باتجاه قاعدة ميرون، هي من ذوات الأهداف الثمينة عند حزب الله باتجاه هذه القاعدة. عندما نتحدث عن راجمة فوق 30 صاروخ بالنوع جراد أو كاتيوشيا باتجاه مقر قيادة القوات الجوية في الجبهة، فهذا يدلل على أن لإرسال هذه الصواريخ أبعاد على المستويين، إما العسكري نعم. من جهة وأيضا الجهة الثانية السياسية. ننتظر بطبيعة الحال هنا على الهواء أيضا الآن الطيران الحربي يقوم بعمليات تمشيط فوق المنطقة، في حين سجلنا سقوط قذيفة من مركبة باتجاه بلدة جارود وتحديدا في القطاع الأوسط. بالطبع محمود جزيل الشكر لك حتى الآن، يعني سنعود إليك بالطبع في حال ورود أي جديد. إذن يعني على ما يبدو بأن هنالك أيضا غارات إسرائيلية وفقا لمعلومات تردنا الآن على الجنوب اللبناني، وأيضا كما ذكرنا بأن انطلاق عدد من الصواريخ باتجاه إسرائيل وقاعدة ميرون تحديدا من جنوبي لبنان، وسمع دوي انفجارات عنيفة في محيط هذه القاعدة الإسرائيلية. أعود إلى حوارنا مع ضيوفنا الكرام، وأعود إليك أستاذ نظير. ما زال معنا الأستاذ نظير مجلي؟ نعم. أستاذ نظير تفضل. يعني أنا آسف على المقاطعة، لكن كما شاهدتم هذا خبر عاجل يعني وجب علينا التنويه به، تفضل. مقاطعة ضرورية بالتأكيد، وهي لها علاقة فيما نتحدث فيه أيضا، لأن نتنياهو أمامه إمكانيات أخرى. الإمكانية الأولى أن يستمر، يعني إذا كانت حماس قبلت وهو قرر أن يرفض فعنده البدائل أن يغامر في استمرار الحرب، وها هي تتوسع في الشمال ويكمل على نفس المسار، وعندئذ يتعرض لضغوط من العالم، يتعرض من ضغوط داخلية ويكمل معركته. ولكن عندها إمكانية أخرى أن يوافق، عندما يوافق السنوار، إذا وافق فتتقدم إلى الأمام عملية وقف إطلاق النار ويفتح أفاق سياسية يستطيع فيها أن يخوض الانتخابات في إسرائيل ويعلن أنه يؤيد هذا التوجه، وبهذه الحالة ينسلخ عن اليمين المتطرف ويتحرك بطريقة أخرى. كان لديه في الماضي تجربة كهذه، وذهب، كان ضد اتفاقيات أوسلو، وكان أحد أسباب أن يقتل رابين، ومع ذلك هو نفذ قسما من اتفاقيات أوسلو. يعني يستطيع أن يحدث التغيير السياسي، هو من هذه النوعية القابلة للتغيير فيما حسب الضغوط التي يتعرض لها. ولهذا المعركة ينبغي أن تكون واضحة أن في إسرائيل توجد إمكانية للتعاطي مع الجمهور ومع المعارضين، واليوم غالبية ساحقة من أعضاء مجلس قيادة الحرب وكل قيادة الجيش تؤيد الذهاب إلى هذه الاتفاقية. هذه فرصة لأن تلعب حماس الورقة الصحيحة وتقوم بالتجاوب مع المبادرة المصرية التي تعتبر مبادرة محبوكة جيدا ومدروسة جيدا، وفيها أخذ في عين الاعتبار المصالح الحقيقية للفلسطينيين وكذلك للإسرائيليين وما فوق وما بعد نتنياهو. نعم، أعود إلى الأستاذ محمد هواش، لكن اسمح لي أستاذ محمد، هذا العاجل أمامكم على الشاشة. إذا حزب الله اللبناني يعلن استهداف شمال إسرائيل بمسيرات انقضاضية كما يقول، إذا وعدد من الصواريخ الموجهة. إذا حزب الله اللبناني يعلن استهداف شمال إسرائيل بمسيرات انقضاضية وصواريخ موجهة، وكنا قد ذكرنا بأن الجيش الإسرائيلي
ذكر عن سماع دوي انفجارات عنيفة في شمال إسرائيل تحديدا في قاعدة ميرون. بالطبع سنواصل في تغطية هذا الأمر في حال أي جديد، وسنكون أيضا مع شبكة مراسلين. أعود إلى الأستاذ محمد هواش، طولنا عليك أستاذ محمد عذرني، يعني نريد أن نسألك تساؤلات الدكتور عماد. يعني يقول بأن حماس وفتح تذهبان إلى موسكو ومن ثم إلى بكين، وحسب ما فهمنا بأن من قياديين بفتح بأن اجتماعات بكين النتائجها كما حصل في موسكو، لماذا لا يجتمعان في دولة عربية وفي عاصمة عربية؟ مرة أخرى يعني هذه القضايا أكثر تعقيدا مما يتم تداولها. قضية الانقسام ربما تكون يعني أكثر يعني ألما لدى الشعب الفلسطيني، استمرار هذا الانقسام واستمرار أيضا المحاولات العربية ومحاولات من الأصدقاء ومحاولات من دول بعيدة ولكنها صديقة وحريصة على المصالح الوطنية الفلسطينية العامة أن تدعو الفصائل الفلسطينية إلى حوارات وفي محاولات كي لا يفقد الأمل بأن يعني يذهب الفلسطينيون إلى انفصال تام بين غزة والضفة الغربية، ويؤدي ذلك إلى تحطيم يعني المشروع الوطني الفلسطيني وإضعاف يعني المطلب الوطني الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية. أنا لا أختلف مع الدكتور فيما يتعلق يعني ضرورة أن تكون هناك المسؤولية أعلى من قبل حركة حماس ومن قبل الفصائل الفلسطينية ومن قبل الفلسطينيين لإنهاء هذه الحرب أولا. وهناك شعار واضح، السلطة الفلسطينية كانت يعني عندما تسأل في أي يعني قضية تتعلق بهذه الحرب تقول لا نتحدث قبل يعني رؤية نهاية لهذه الحرب، لا نتحدث بأي قضية تتعلق بما يسمى باليوم التالي، وبالتالي نحن لا نتحدث وأنا لا أتحدث عن اليوم التالي، كنت أتحدث عن قضايا تضمنتها المبادرة المصرية الجديدة، بمعنى أن هناك لأول مرة يتم يعني كما اليوم يتحدث عن إمكانية نقاش وقف إطلاق نار دائم، وهذا أمر جديد ويستحق يعني يستحق التمسك به ويستحق أيضا يعني أن البحث والتفاوض بشأن هذا الموضوع والتوصل إلى يعني هدى. النقطة الثانية أيضا فيما يتعلق بعودة النازحين، هناك يعني داء في هذه المبادرة أيضا إمكانية أن تغير أو أن تكون هناك مرونة لدى إسرائيل بالسماح بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، بمعنى عودة الحياة الطبيعية والانسيابية إلى يعني السكان، حركة السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، بمعنى أن لا يكون الاحتلال هو الذي يتحكم ويقسم القطاع ويعطي المواطنة لهذا وذاك، وبالتالي هناك يعني قضايا سياسية ملموسة في المبادرة المصرية الجديدة يجب أخذها بعين الاعتبار، وأعتقد بأن هناك تفاؤل فلسطيني وتفاؤل دولي فيما يتعلق بهذه المبادرة. وهناك يعني حتى الآن الإسرائيليون هم الذين يتحدثون عن أن بنيامين نتنياهو لا يريد التوصل إلى اتفاق، وهو يستخدم حتى قضية رفح لا يستخدمها باعتبار أنه سيقوم بعمل بطولة ينقذ من مشكلاته وينقذ من فكرة مسؤوليته عن يعني إخفاق 7 أكتوبر، ولكن من أجل إبقاء المعركة مفتوحة، لأنه عندما تنتهي رفح ماذا سيقدم للجمهور الإسرائيلي؟ ماذا سيفعل بعد رفح؟ هل لدى بنيامين نتنياهو استراتيجية خروج من هذه الحرب؟ ليس لديه استراتيجية خروج، وبالتالي هناك ولذلك هو معني بأن تطول هذه الفترة وحتى يتم يعني التوصل إلى يعني إما صيغة سياسية للخروج من هذه الحرب وإما يعني تطورات أخرى أو ضغوط أخرى. وهذا يأتي على شيء أريد أن أسأله الدكتور عماد، عذرني على المقاطعة، لدي 3 دقائق سأحاول توزيعها بالتساوي مع حضراتكم. الدكتور عماد، يعني مصر وفقا للمصادر المطلعة على المحادثات تضغط بشكل كبير على حماس وتقول هذه الفرصة لا تعوض وأن كل شيء سيتغير بعد اجتياح رفح،
كيف يمكن أن نفهم هذا الأمر بدقيقة إن سمحت لي؟ هي محاولة للرجاء من حركة حماس وتحديدا من يحيى السنوار، عشان كده قالوا نتواصل مع قيادة حركة حماس في قطاع غزة عشان يكون المواصلة التواصل مباشر، بترجوهم اقبلوا نوقف العدوان وبعدين نتصرف. أنا هقول لك جزء بس من ملاحظة التعليق اللي حضرتك قلته على الوضع في لبنان. أنا شخصيا لا أستبعد أن يكون قصف إسرائيل من قبل حزب الله هو محاولة لإرباك المشهد وللتغطية على المبادرة المصرية، وربما ربما لخلط الأوراق من جديد، لأن إيران لا تريد لا صفقة رهائن ولا هدوء في غزة ولا أي تهدئة. نعم، هل تتفق مع الدكتور عماد أستاذ نظير بهذا الطرح حول الضربات الحالية؟ أنا أثق بأن المصريين يعرفون أسرار الأوضاع ونقاط الضعف ونقاط القوة وما تخبئه إسرائيل وما تخططه فيما لو فشلت هذه المفاوضات وذهبوا إلى رفح. نعم، أنا أثق في أن المصريين يقولون هذا الكلام وهم صادقون في ذلك ويقدمون أفضل النصائح للجميع، وأن هنالك عملية تشويش وهنالك من يريد أيضا في الطرف العربي أو الفلسطيني أن لا تكون هناك نهاية هذه الحرب، أيضا يوجد قوة كهذه، لكن هذه القوة الأساسية التي تتحكم في الموضوع وتضع منسوب الوحشية هو موجودة في إسرائيل، ويجب أن لا تعطى حرية لأن تقوم بهذه العملية ولا تعطى أي تجديد. هل ستربك هذه الضربات الآن من جنوب لبنان على إسرائيل أستاذ نظير المشهد كما يقول الأستاذ الدكتور عماد فيما يتعلق بهذه؟ حتى الآن نعم هي قادرة على أن تربك، ولكن حتى الآن عامس هوشتاين موجود في إسرائيل في عطلة عائلية ويدير مفاوضات أيضا لكي لا يرتفع سقف الصدام عن الاتفاق المسبق والذي يقضي بأن تتوقف الحرب في الشمال عندما تتوقف في غزة. أستاذ محمد هواش، هل يمكن فعلا لإيران أن تحاول عرقلة هذه المفاوضات، أو يعني وفقا لما يقوله البعض بأن هنالك تفاؤل، وأنت واحد منهم طبعا أستاذ محمد، تفاؤل بالتوصل إلى صفقة ما خلال هذا الوقت القريب؟ لا أعتقد بأن إيران تستطيع الآن، يعني إذا توصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لا أعتقد بأن إيران تستطيع أو ترغب يعني عرقلة هذا. إيران تريد يعني وتريد يعني من هذه الحرب أن يعني تضع أوراقها على الطاولة وتفاوض الولايات المتحدة الأمريكية على مستقبل إيران، تريد إشغال المنطقة بحرب استنزاف طويلة وليس بحروب يعني قاسية وقوية، ويجب أن تتوقف هذه الحرب من وجهة نظر إيران، لأن الضغوط أيضا على إيران ليست بسيطة فيما يتعلق بمستقبل المشروع النووي والعقوبات المفروضة على إيران. تريد أن تتوقف كل هذه وتريد أن تستأنف العلاقة مع الغرب من نقطة أفضل بالنسبة إليها، وبالتالي ليست الحرب هي الوسيلة للوصول إلى نقطة من هذا النوع. جزيل الشكر لك الأستاذ محمد هواش، كنت معنا الكاتب والمحلل السياسي من رام الله، وأيضا من القاهرة عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري سابقا الدكتور عماد جاد، وأيضا الأستاذ نظير مجلي الكاتب والباحث في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من الناصرة. جزيل الشكر.